من البوابة نيوز سريعا بقى اخر اخبارنا المحلية قبل ما نروح نشوف اردوغان عمل ايه النهاردة. كل يوم بيعمل حاجة. البوابة نيوز: وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق بهندسة القاهرة. تفقد الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي معامل الحاسب الآلي التي تستقبل طلاب الثانوية العامة لتنسيق رغباتهم إلكترونيا على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك في معمل كلية الهندسة بجامعة القاهرة أمس السبت. واستمع الشيحي لعدد من طلاب وطالبات المرحلة الأولى من التنسيق خلال الجولة التفقدية، وبدا واضحا على أن الإقبال على المعامل اليوم كان ضعيفا او بالامس يعني. تعالوا نشوف مع بعض كده تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع في هذا التقرير. بنراعي ان الكليات ليها قدره استيعابيه، لكن ما اقدرش ابدا علشان اوفق قدرتها الاستيعابيه احرم طلاب حاصلين على نفس الدرجه من الالتحاق. فكلهم بدام دخلت واحد كلهم هيدخلوا زي بعض، هذا حق. نحن ما بنذكر وكده في ناس كتير قوي بتتظلم وما بتاخدش حقها، يعني هيبقى قدرتها يبقى احسن. في ناس كتير اصلا يعني استفادت من التسريبات كتير، فناس اتظلمت من التسريبات. فيعني لو هو لغى التنسيق احسن بكتير. احنا زودنا الرغبات من 48 ل 60، يعني الاليه هي الاليه اللي تعمل التعامل معاها في كل السنوات السابقه، لكن انا بعتقد المشكله دي السنه دي مش هتكون مطروحه. بناء على رغبه الطلاب زودنا من 48 ل 60 رغبه، اعتقد دي كافيه لحل المشكله. في ناس بتبقى جايبه مجموع ما يدخلهاش الكليه اللي هي عايزاها، ممكن القدرات يعني بتبقى فرصه ان هم ممكن يختبروا ناس، الكليات تختبرهم ان ممكن يكونوا مناسبين للكليه. التوقعات بتقول ان مجموع الطلاب في العلمي رياضه من الشرائح العليا اقل من العام الماضي، فده ربما يعطي ميزه ان تكون، شوف انا مش عايز اقول ارقام، انما ربما دي يخلي الالتحاق ببعض كليات الهندسه أقل من العام الماضي.